خلينا في البداية نطلع على هذا السيستم. هلا لو رجعنا للسيستم الأصلي اللي كان موجود عندنا، كان عندي أنا آخر إشي لما وقفنا كان عندي هون خمس، هون اثنين اثنين وهون عشرة، وما كانش عندي تي. هتقدر أرجع على السيستم السابق، رح أفصل هذا تي شوي، رح أفتح، بعرف إذا بتسمح لي إني أفتح هاي ويعمل رانينج، ورح أرجع هاي لاثنين زي ما كانت، وراح ارجع هاي ل 10 زي ما كانت. المفروض يرجع عندي نفس الريسبونس اللي كان عندها قبل شوي بحاله البي اي كنترول. نعمل ران ونشوف الاوتبوت اللي هو الريسبونس اللي حصلنا عليه قبل شوي اللي كان مش بالضبط. هلا اذا انا بدي احسن الرايس تايم من هون بقدر ازيد كي كي، مش هيك؟ اذا حسنت الرايس تايم من هون بقدر ازيد كي، بس اذا زدت كي شو رح يصير؟ خلينا نزيد كي شوي، مثلا نزيدها لخمسة زي ما معنا كان مقترح هون، هاي عملناها خمسة. هلا اذا عملت خمسة لاحظ اني اثرت على مين؟ انا فعليا اثرت على تي اي، ماشي واضح؟ هاي مشكلة الطريقة هاي مقارنة بالطريقة الثانية. تغييري لكي غير تي اي، انا ضربتها من اثنين لخمسة تقريبا، ضربتها ضربتها في اثنين مش هيك؟ خلينا نشوف الريسبونس، نشوف الريسبونس شو بيطلع معنا الان. هلا هون عندي السيستم الاوفر شوت زاد، مش هيك؟ زاد حوالي 60%. خلينا نشوف هلا لو احنا اجينا دخلنا الديريفيتيف الدي وانا حاطط 10، بعرفش 10 صحيحه ولا لا، بس خلينا نشوف شو بصير الان. لاحظوا قديش كان الاوفر شوت هلا قبل ما ادخل الدي؟ حوالي تقريبا 65 70% تقريبا بوصل 67%. خلينا نشوف الان لو عملنا ران مع الدي فنزل عندي تقريبا 22%، يعني حوالي 25%. فضلنا نزيد كي بس حافظنا على، هل الرايس تايم تحسن؟ خلينا نشوف قديش الرايس تايم الان، قديش كان الرايس تايم قبل. الرايس تايم هون اذا جيت عند النقطة هذه مش هيك؟ مش هون راح يجي الرايس تايم عندي؟ الرايس تايم عندي هون تقريبا قديش؟ عندنا تقريبا جاي 15 و 15 و7 بالعشره، اكتبها معي 15 و7 بالعشره. هلا لو جينا لقينا وقديش الاوفر شوت كان عندي هون؟ تقريبا 23%. لو كتبنا هون الاوفر شوت 23% عند خالد، والرايس تايم قديش كان عندي؟ 15. طيب هلا لو انا اجيت الان لقيت الدي ورجعت الكي زي ما كانت اول تقريبا 2 او 2.5، اشوف قديش بيطلع معي الاوفر شوت. بدي ارجع لنفس الاوفر شوت اللي انا تحققه. هلا الاوفر شوت عندي هون قديش؟ 30%. قديش كان عندي هون؟ 23. خلينا ننزل كي كمان شوي، ننزلها ل 2.2 مثلا، بحاول اجيب ثلاثة، هي تقريبا 23%. خلينا نشوف هلا الرايس تايم قديش؟ اسرع 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 الرايس تايم 8.3. اذا هون عندي سائل رايس تايم وحققت نفس الاوفر شوت. لما رحت على الدي ايش ايش صار عندي بالدي؟ حافظ زاد الرايس تايم بالدي بس نزل الاوفر شوت لنفس قيمة كي. اذا النتيجة ما بتفيدكم هاي، لانه احنا هون يعني مش انا كنت اتوقع انه يصير بالعكس، انه الرايس تايم يكون احسن الرايس تايم او يتحسن. على اي حال احنا اللي عملناه هون بالدي مره ثانيه، نرجع مره ثانيه قدرنا نخفف بنفس قيمه كي، يعني نرجع لقيمه كي هون 5، نعمل ران. اذا على قيمه 5 قدرنا نحقق اوفر شوت مقبول اللي هو حوالي 23%. فانا قدرت انزل الاوفر شوت باستعمال الدي بضيف عندي او البي دي كنترول بشكل عام، يعني بحاول يعمل السيستم مور ستيبل. الدي بحاول يعمل السيستم مور ستيبل، والعمال بيعملوا الدي بتطلع على الايرور اللي موجود وباخذ اكشن تقاوم الايرور اللي موجود هون. اذا شاف انه الايرور عماله بزيد يعني بعمل الدريفت تبع الايرور، بدخل على الكنترول سيجنال تحاول تقاوم هذا الزياده او التغيير اللي عماله بيصير. ماشي واضح؟ اذا النتيجه النهائيه اللي استنتجناها من هون انه عندي كي بشكل عام بتساعد الريسبونس تبع السيستم، بتعطي بتحسن الريسبونس تبع السيستم،
تسارع تسارع الريسبونس تبع السيستم وتخفف من الستيدي ستيت ايرور، بس بعدين لازم ادخل اي حتى اتخلص من الستيدي ستيت ايرور نهائيا، ومن الدي حتى اخفف الاوفر شوت اللي موجود في السيستم على نفس قيمه الازمه. ممكن تزيد دي اي للريسبونس، تقلل الدي اي للريسبونس، اخلل هاي دي اي الاي تي اي بزيد الاوفر شوت بمية شوية دي. هي بنعمل ران هلا عندي الاوفر شوت زاد مش هيك؟ ليش صار الرايس تايم؟ الرايس تايم عندي تقريبا 11 ونص. هلا في تولز او في الجوريزمز رول اوف ثم الجوريزمز بتفرجيني كيف اعمل تيونينج للدي والاي والدي. احنا هون ما عملنا شيء علمي مضبوط، يعني صرنا نغير احنا بس نعمل تيونينج. هذا بسموه تيونينج اوف بي اي تي كنترولر، تغيير الكي، تغيير التي اي، تغيير التي دي، هو تيونينج للدي اي دي. في طريقه مشهوره جدا اسمها زيجلر ريكول سنتر. زيجلر ريكولز عالمين قدموا بحث يمكن 42 قدموا بحث في الاربعينات عن البي اي دي كنترولرز والتيونينج تبعهم. ما كان شيء يعني مش شيء اناليتيكال. خلينا نشوف اذا البيبر هون موجوده. بي اي دي كنترولرز شوف البيبر مش موجوده عندي هون. لا ما موجود عندي هون. في بيبر موجود عن زيجلر نيكولز والعمل اللي عنده للتيونينج.